تخيل تبقى أشهر حاجة أنت مشهور بيها مش شكلك ولا اسمك ولا حتى وظيفتك. تخيل يبقى أشهر حاجة فيك منديلك. ده اللي هو إزاي يعني؟ حلقتنا النهاردة عن المنديل الأشهر في التاريخ. مستغرب مش كده؟ طب اسمع الاسم ده وقول لي تعرف إيه عنه. فيرونيكا. شفت؟ أكيد هتسأل نفسك مين فيرونيكا؟ لكن لما أجي أقولك المنديل اللي مسح وجه المسيح في طريقه للصليب هتقولي آه طبعاً عارفه. شفت بقى؟ أهي فيرونيكا دي تقول عنها القصص المتوارثة في التقليد إنها هي صاحبة المنديل اللي مسح وجه المسيح. المنديل ده أصبح أيقونة طبعاً. وبالمناسبة اسم فيرونيكا معناه الأيقونة الحقيقية. مفيش حاجة متروكة للصدفة يا صديقي العزيز. فيرونيكا بالمنظور البشري عملت حاجة بسيطة جداً. شخص قدامها رايح يتصلب وفي حالة إعياء شديدة وتعب شديد وقع على الأرض من كتر ما الصليب كان تقيل عليه. تفتكر هي عملت إيه؟ هي يدوب بس قدمت المنديل بتاعها ومسحت وجه السيد المسيح. حاجة بسيطة جدا، حاجة تكاد لا تذكر. ده شخص ورايح يتصلب ويموت خلاص، هيفيده إيه مسح وجهه في اللحظة دي؟ لا يا صديقي العزيز، ده مش أي شخص، ده السيد المسيح، ده رب المجد. موقف زي ده ما يعديش كده أبدا. السيد المسيح بيسيب لنا هنا رسالة من أعظم الرسائل في موقف في غاية البساطة. أي حد يعمل خير أو عطف مهما كان بسيط مش هيتنسي، حتى لو في مليون واحد واقف ومحدش خد باله. بتروح فيرونيكا البيت وبتبص على المنديل، وهنا كانت المفاجأة، وش السيد المسيح نفسه مطبوع على المنديل. يعني شخصية مش مذكورة بشكل كافي، يمكن مش مؤثرة في أي حاجة في الكتاب المقدس، بس أصبحت بأهمية كبيرة جدا بسبب أبسط درجات الرحمة. طيب معقولة مفيش أي معلومات تاني عن مين فيرونيكا وباقي قصتها إيه؟ بيقولوا إنها احتمال تكون زوجة زكا العشار، وبيقولوا برضو إن في قصص تانية غير مؤكدة بتقول إن فيرونيكا هي مرتا أخت العازر. وفي أوائل القرن الخمستاشر تم تحديد بيت فيرونيكا وإنه كان أحد محطات طريق الصلب. والمنديل بالفعل لسه موجود في روما في كنيسة القديس بطرس. ودي كانت حكاية فلان النهاردة، واستنونا مع شخصية مثيرة للاهتمام في زمن الصلب والقيامة وحلقة جديدة من تعرف فلان؟